السلام عليكم، معكم مطبخ هانية. اليوم مطبخ هانية جبت لكم فيديو نشكر الجميع اللي كانوا حاضرين في هذا المهرجان اللي كان على شرفنا احنا يا اصحاب القنوات. نشكر نبدأ بالشكر لمدام ويدري شهيرة. هي يعني اللي قامت بهذا المهرجان، نشكروها ونشكروا جمعية تحدي المرأة الماكلة في البيت. أنا غني بالمشاركين من أصحاب القنوات والفنانين والإعلاميين، كل التراث الجزائري من بينهم الفنانين، كانوا فنانين، كانوا إعلاميين، كان يعني هذا المهرجان كان غني وخلانا نتعرفوا على ناس. يعني هذا بفضل مدام شهيرة، انها هي عطتنا هذه الفرصة ان نشوفوا هاد الناس ونتعرفوا عليهم. هاد الفنانين كانوا يعني كانت من بينهم هذه نادية، الفنانة نادية قرفي. نادية قرفي، ما تنساوش ديروا ابوني لقناة مطبخ هنية، هنية كيتشن اللي يعني مختصة في التراث والأغاني الشوية. من الإعلاميين كانت ياسمين جنوحات. على بالكم هذه الإعلامية، أي واحد صحفي أو إعلامي في أي قناة كيحتاج يعني ياسمين جنوحات، عاونيني ساعديني صح ولا لا؟ شانيز فريدة. ونعطوك الرأي إن شاء الله. أصحاب القنوات كانوا أصحاب القنوات من الذين شرفونا. قناة لوزة كانت مدام لوزة والابن تاعها. شاركونا في هذا يعني المهرجان نازك فلسطينية يعني المعروفة في قناة سميرة تي في. بس بدي احكي لكم بدعوا معنا انه القصف المرة هاي ما يكونش في بلدنا ان شاء الله، والثورة تحكى. بس احنا نحكي هيك ان شاء الله هاي مرة تكون ثورة وتكون انتفاضة وما نوقفش، لان احنا دائما المطالب العربية والدول الجوار دائما بيحكونا انه لازم نوقف قصف من غزة. فانا بدي الثورة حتى نصر، وبدي دعوة لكم، وبدي زي ما حكى رئيس تقول ظلوا دائما معنا ضد التطبيع، ضد الهرولة للتطبيع، ضد الشيء اللي صاير. الدول العربية هي اللي سافرنا، الجزائر هي الدولة الوحيدة اللي رفعت أسرى، العرب الوحيدين اللي ساندونا. ظلوا في صلواتكم، ادعوا لفلسطين، والسلام عليكم، شكرا.
كانوا يعني واحد اخرين يعني يخدموا في سميرة تي في، يعني كل واحد اسمريكين كل واحد اسمه. انا اللي كانوا يشاركوا معايا يعني اليوتيوبرز نشكرهم كل واحدة باسم تاعها. يعني رانا كنا في 10 وكانت مدام شاهرة كتر خيرها يعني دارت لنا تكريم بهاد التهنئة بهاد يعني القنوات تاعنا. كانوا يعني الناس اللي كانوا جاوا شافونا كانت على المبالاش، كانت على الشوكولا، كانوا تاع التوابل اللي كانوا يعني مهتمين بوش رانا نحطو باش رانا وش رانا نقدمو، ويعني كانوا شاركوا في هذا المهرجان. انا هنا خلال شهر ايام ايام حليبات ايام منها وشرفت بحضوركم ان شاء الله. شكرا لك سيدة هنية، بارك الله فيك.